أخبار هامة من الجزائر. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوقع مرسوما يوم أمس يغضب فرنسا. ما هذا المرسوم الذي وقعه الرئيس الجزائري والذي أغضب باريس؟ المرسوم هو مرسوم تعديل النشيد الجزائري. الرئيس الجزائري أعاد إلى النشيد الوطني مقطعا كان قد حذف في فترة ماضية. هذا المقطع كان مقطعا متداولا إبان فترة الثورة الجزائرية. فماذا يقول هذا المقطع؟ المقطع الذي أغضب باريس يقول: يا فرنسا، قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا، إلى آخره. إذن هذا المقطع الذي أغضب الفرنسيين وأغضب باريس هو مقطع يحمل الوعيد والتهديد لفرنسا. وكما ذكرنا بأن هذا المقطع كان النشيد أو كان ضمن النشيد الوطني الجزائري إبان الثورة الجزائرية. المرسوم الذي وقعه الرئيس الجزائري بتعديل النشيد الوطني يأتي بعد أيام فقط من التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق إدوارد فيليب، واحد من أهم حلفاء الرئيس ماكرون، والتي تحدث بها عن إمكانية إلغاء اتفاقية 1968 الموقعة مع الجانب الجزائري. تحدثنا عنها يوم أمس، قلنا بأن هذه الاتفاقية التي تمنح امتيازات واستثناءات لمواطنين الجزائر فيما يتعلق بالإقامة وفيما يتعلق بلم الشمل والدراسة إلى آخره. إذن بعجالة وبتلخيص سريع، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع يوم أمس مرسوما عدل بموجبه النشيد الوطني الجزائري مستحضرا مقطعا قديما. هذا المقطع ينطوي على تهديد ووعيد للدولة الفرنسية. بكل الأحوال، كل المستجدات المتعلقة بمسألة النشيد الوطني الجزائري نقوم بنشرها مباشرة على منصة فرانس بالعربي.